الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نجلس جلسة مريحة للاسترخاء. يفضل انتصاب العمود الفقري. نحمد رب العالمين على كل شيء موجود وعلى كل شيء غائب أو مفقود. نحمد رب العالمين على كل شيء عم نختبره عبر الحواس، على كل شيء عم تنظر له العيون. نغمض العيون ناخذ شهيق بهدوء بانضباط وانتظام مع الزفير. نحن عم نشعر بالامتنان لكل شيء موجود بخارج ذاتنا، كل شيء موجود بداخل الذات. مع الشهيق عم نشهق نعمة الوجود الإلهي عبر نعم كثيرة لا تحصى بالزفير. عم نطرد وهم الانفصال، وهم الفقر واليأس والضيق والمرض. الحمد لله، 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 الحمد لله. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. من سورة القصص. تؤكد على أهمية الحمد لله الذي لا وجود إلا له سبحانه، والحكم إليه من خلال الميزان العدل. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. أيضا من سورة العنكبوت، لتدلل على الرحمة الإلهية بتنزلات مختلفات حتى تجسد عنصر الماء عبر غيوث ديمة ماء رحمته سبحانه. فبكل مقام يتنزل علينا من لدنه ماء على شكل حياة.
وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. بحمده سبحانه نعي عرفانا معنى أنه خالق السماوات والأرض، خالق العالم الداخلي والخارجي بنا، وجاعل وسطاء لنا من ملائكة تمتلك العلم اللدني تأتينا على شكل رسل لعالمنا الثانوي أو ونحن بالبعد الثالث أو الرابع أو حتى في أبعاد أخرى. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، إشارة لتعدد طبقاتنا وعوالمنا ومستويات وعينا ومستويات الملائكة التي تخص هداية الخلق نحو قوة أحدانية الوجود. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فبالحمد حمد لله الحمد لله الحمد لله نستعيد طاقتنا الحيوية ومشاعرنا القدسية فيذهب عنا الحزن والاستياء. هي مغفرة منه سبحانه عندما نشعر بالامتنان لوجوده، وجوده الأوحد بنا وبما حولنا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هي رسالة حمد بمعرفة عرفانية من قوله سبحانه بأننا حتى على الأرض نستطيع ملامسة أعتاب الجنان هنا والآن من خلال قوة الحمد، فنعم أجر العاملين عليها المجاهدين أنفسهم في سبيل الله الذين يقضون على الإعوجاج وطرق الضلال من داخلهم. Thank you.
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هي إشارة دقيقة لمن أحس بالوجود الإلهي وهو يعيش في أرض صمدانيته سبحانه أنه سيرتقي ليسري مع عبده. وترى الملائكة حافين من حول العرش بسريان طاقة الحياة نحو هذا العمود النوراني الذي فيه أصغر من أصغر شيء، أكبر من أكبر شيء، والذي فيه كل المعلومات والرؤى والمجالات التي تجعلنا نرى كل شيء ونرى نون والقلم وما يسطرون. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هو الحي الذي لا إله، هو الحي، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الإخلاص في الدين يعني حقيقة التسليم، يعني أن نرى أن لا دين يجمعنا إلا دين وعي الألوهية بنا، دين المحبة اللامشروطة بداخلنا، دين التسليم لله سبحانه. فكل دين في خارج ذواتنا هو عبارة عن مدرسة زمانية مكانية لتنقلنا لهذه الحالة من العرفان حيث نلامس أعتاب الجنان، وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين. الإخلاص بالمحبة، الإخلاص بالنظرة، فلا نرى إلا إرادة واحدة في كل الأحداث، نكون عندها من المخلصين المؤهلين لفهم معنى الحمد لله رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيات محكمات من محكم التنزيل تدلل على أهمية الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. مولاي سبحانك والحمد والشكر لك، أنشأتني أنظر إليك فأراك في قلبي وفي كل أين، ولم تجعلني من الذين ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لقد عمي الذين لم يروا وجودهم نسل نور لجذوة من هدي نار وجودك، فساروا في ظلمات بعضها فوق بعض وهم ينظرون. صلاة العارفين تدلل على أهمية الحمد والشكر
من خلال النظر لداخل الذات وخارج الذات، لأحدي الذات سبحانه، لخلق الجنة على الأرض. إلهي سبحانك، والحمد والشكر لك، قد أرويتني من السكينة التي أنزلتها على قلبي بعد أن رأى الحقيقة الأولى في الحياة، وهي وجودك أنت يا روح روحي. يا مبدعي فجر خلقتني، ويا مراشدي، يا حبيبي، فنحن بعناق مع عمود النور، نور الرحمة الإلهي، بالحمد والشكر تدوم النعم. وهنا في أعتاب الجنان ونحن بمركزية الوجود، بالقائم بالحق فينا، ناخذ شهيق لنثبت كنز النور الذي اكتشفناه بآياته الكريمة، وبكل آية، وبكل حدث، وبكل إنسان أصبحنا مع محور الواحد فينا. ناخذ شهيق، بنحس بوجودنا المادي كتجسد لنصف الكرة اللي انفصلت لقسم علوي وسفلي بعد أن رأينا الحقيقة من علم، ورأينا تجمع كل الإمكانيات في داخل قلبنا النقي. سنرى تجسدات أحدانيته، ونعقد العزم على رؤية إرادته في كل حدث. ناخذ شهيق من عيد إحساسنا المادي، لنعبر من الداخل للخارج لواقعنا الحسي، فنفتح العينين لنرى نور يغلف الأشياء، نور واحد موجود، لا نرى الأشياء إلا بسبب حجبها للنور. هو النور الواحد في كل شيء، لكننا نرى أشياء وهمية لأنها لم تسمح للنور أن يخترقها. وكذلك نحن نصبح أنوات منفصلة عندما نفقد أحدية النور بنا، فنصبح بويل الجحيم. ويل للذين لم يصلوا إلى سدرة العرفان. حقا إن من لم يلامس أعتاب الجنان برحلة الحمد والشكر على الإيمان هو في الجحيم. ويل للذين لم يصلوا إلى سدرة العرفان وداروا حول ظنونهم ولم يستهدوا بسبيل العزاء لراحة أنفسهم المعذبة، ولم يتوجهوا إلى نورك الذي يهب الراحة لكل قلب مريض.
إذا اهتدى إلى سبيل الحكمة التي جال ينشدها، ثم المتعة والهدوء والاطمئنان لكل ضال يود نادي البيت العتيق. فمن أراد نادي البيت العتيق، بيت الإيمان، بيت العرفان، بيت اليقين والسلام، بيت الجنة هنا والآن، فليعقد العزم على تكرار هذه الصلاة بالحمد والشكر على الإيمان، وليصغي 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 حتى يتحقق من عمق العمود النوراني به، فلا يبقى معالم الضالين المنهترين على أنفسهم في وادي التيه. ناخذ شهيق بهدوء، مع الزفير نحن عم نشعر بالامتنان لكل شيء موجود بخارج ذاتنا، كل شيء موجود بداخل الذات. الشهيق عم نشهق طاقة الامتنان والحمد والشكر لخالق الوجود الواحد الأحد الذي لا ينفصل عن الآحاد في عالم التعداد. مع الزفير عم نطرد أرقام مفصولة وأسماء بأنا ورسوم لأشباح الأشخاص والصور. الحمد لله رب العالمين أن هدانا سواء السبيل. الحمد لله، الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله ونحن بنوم ويقظة، الحمد لله ونحن بصحة ومرض، الحمد لله ونحن بخسارة أو ربح، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.